مرحبا بكم متابعينا الأوفياء، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير وبالضبط من قلب المنطقة السياحية لعاصمة السويس ساحة الأمل التي تستعد لاحتضان واحد من أكبر المهرجانات الفنية بسوس ألا وهو مهرجان تيميتير. فمهرجان تيميتير لم يتبقى على انطلاقته إلا أيام قليلة كما ترون، تجهيز المنصة الضخمة التي تؤتت هذا الفضاء العمومي اللي هو ساحة الأمل، وهذه السنة ستعرف حضور كبير لمجموعة من الفنانين والوجوه المعروفة في مجال الفن والغناء، ولعل أبرزهم الفنان الدوزي وأيضا زكريا الغفولي ومجموعة من الفنانين الأمازيغ الذين يتخذون شعار هو الفنانون الأمازيغ يستقبلون موسيقى العالم. كما كتشوفوا آخر لمسات توضع على هذه المنصة التي ستستقبل العروض الفنية والسهرات الفنية التي ستقام على امتداد 3 أيام كما ترون. فآخر اللمسات بطبيعة الحال توضع على هذه المنصة من أجل تجهيزها حتى تكون في أحسن حلة من أجل استقبال الجماهير الأكاديرية وأيضا الجماهير المغربية، بحكم أنها مدينة أكادير تستقبل العديد من الزوار في هذه الفترة اللي هي فترة فصل الصيف اللي كتعرف المدينة رواجا سياحيا ورواجا اقتصاديا. ومن شأن هذا المهرجان أن يمنح للمدينة إشعاعا ويضفي عليها رونقا وأيضا يحرك العجلة السياحية والعجلة الاقتصادية للمدينة من خلال السياحة الثقافية والسياحة الفنية. وبطبيعة الحال فمهرجان تيميتير يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة جدا من خلال عشاق الفن، سواء الفن الأمازيغي وأيضا الفن المغربي الأصيل والأغنية الشبابية التي لها حضور أيضا في هذا المهرجان، من خلال كما قلت مجموعة من الأسماء التي تؤتت البرمجة الفنية للمهرجان في هذه الدورة لهذه السنة، لعل أبرزهم شاب دوزي بطبيعة الحال عبد الحفيظ دوزي وأيضا زكريا الغفولي ومجموعة أذن الأمازيغية وحميدين رزاف واللائحة طويلة وتطول. فأيضا عشاق التراث الأمازيغي والآخر حاضر في المنصة، بلغت حوالي 80% من تجهيز ديالها كما كتشوفوا معنا على المباشر متابعينا الأوفياء. فقط نحاول دائما نقربكم من آخر الاستعدادات وآخر اللمسات التي تضع على منصة مهرجان تيميتير الذي سينظم بساحة الأمل بعد يومين بطبيعة الحال. والانطلاقة ستكون ببرمجة فنية متنوعة توازي بين الأصالة والمعاصرة وتوازي أيضا بين الثقافة الأمازيغية والثقافة المغربية والثقافة الغربية من خلال حضور أيضا أنماط موسيقية عديدة كالنمط ديال البوب وأيضا النمط ديال الريغي ونمط الإلكترو دانس وغيرها من الأنماط الموسيقية اللي دائما ما عودتنا إدارة مهرجان تيميتير على برمجة عروض فنية متنوعة وسهرات تجعل من المدينة تعيش نوع من النشاط والحيوية طيلة أيام المهرجان، وتحظى كما قلت بحضور جماهير غفير. فمجموعة من الدورات التي تجاوز الحضور أزيد من 200,000 متفرج بطبيعة الحال، وهذا حضور قياسي وكبير جدا
تراهن عليه إدارة المهرجان من أجل تحطيم هذا الرقم ومن أجل أن يكون الحضور كثيفا هذه السنة في ظل يعني غنى فقرات ديال المهرجان وأيضا الأسماء التي تم اعتمادها من أجل إحياء هذه السهرات. كما كتشوفوا بطبيعة الحال هذه هي الاستعدادات التي تقام هنا بساحة الأمل إذنا بانطلاقة مهرجان تيميتار الشهير الذي يساهم في تحريك العجلة الثقافية والفنية على مستوى مدينة أكادير كما قلت، ويحظى بمتابعة إعلامية وأيضا متابعة جماهيرية على أعلى مستوى. إذن تجريب منصة وأيضا وضع آخر الترتيبات قبل انطلاقة هذا المهرجان هنا بمدينة أكادير. كما كتشوفوا يعني لوجيستيك على أعلى مستوى، كما كتشوفوا يعني الكل يستعد والكل انخرط في التحضير لإنجاح هذه الدورة التي تراهن عليها المدينة من أجل الدفع بالعجلة الاقتصادية وأيضا السياحية من خلال هكذا مواعيد ثقافية وفنية، والتي دائما ساكنة أكادير يشدها شوق كبير من أجل الحضور لسهرات الفنانين الذين سيكونون بالبرمجة الفنية لهذه السنة. وسأذكركم طبعا مجموعة من الأسماء اللي من بينها الدوزي وزكريا الغفولي وحميد نرزاف ومجموعة ددنا الشهيرة وأيضا العربي حيحي وأيضا مجموعة من الأسماء ديستانك والعديد من الأنماط الفنية التي ستكون حاضرة بقوة في برمجة سهرات مهرجان تيميتار في دورته لهذه السنة، دورة صيف 2024 كما كتشوفوا معنا على المباشر.